هذه الحلقة بشراكة مع المجلس العلمي المحلي بشيف شاون. السلام عليكم، معكم ابتسام بكاري. السؤال ديالي هو: ما حكم الذي يصوم ولا يصلي؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. من المعلوم بالدين بالضرورة أن الصلاة والصيام ركنان من أركان الإسلام الخمس، وأن الصلاة عماد الدين. لكن هل يبطل الصيام لمن لم يصلي؟ لا نقول بهذا، فالذي يصوم ولا يصلي فهو يغبطه بالإسلام خيط الصيام، فصيامه إن شاء الله صحيح، وعليه أن يجتهد في أن يرتبط بالإسلام من خيط ثاني بالصلاة. ولا نقول له صومك باطل، بل نقول كما هداك الله تعالى للصيام نرجو الله تعالى أن يهديك للصلاة.